مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد في مزاج سوداني، وسعداء جدا ان نستكمل يعني حوارنا ورحلتنا مع الاغنيه رفقه الدكتور الفنان الكبير استاذنا انس العاقب، بارك الله فيك، والاستاذ المفكر والرجل الجميل استاذ زبير سعيد. مرحبا بكم مره ثانيه، وترحيب طبعا مره ثانيه بالفرقه الموسيقيه. و الأغنية العاطفية. الأغنية العاطفية هي عنواننا لهذه الأمسية. احتياجاتنا للفن كثيرة. وزمان قبل ما يكون في الفنون الصريحة مثل الغناء والمسرح وغيرها من الفنون الصريحة، كان فن المعمار هو اللي يوثق لحياة الإنسان. كل الحضارات اللي احنا بنعرفها القديمة، سواء كان حضارة مروي أو كانت الحضارة الفرعونية أو الحضارة الفينيقية الآشورية، الحضارة الصينية القديمة، تعرفنا عليها من خلال فن الرسم والمعمار. بتفضل في حتة رايحة اللي هي مزرعة المشاعر والعواطف. التوثيق لها كان عبر الرسومات اللي كانت موجودة، كان بتحاكي وتشكل بعض الملامح اللي بتظهر طبيعة مشاعر الإنسان في حقب مختلفة. حوجتنا للفن مهمة جدا في التوثيق للمشاعر. الأغنية العاطفية صراحة في السودان إنتاج غزير جدا جدا، وإن شاء الله حتكون يعني ده حيكون موضوعنا عبر هذه الحلقة، وحنبحر مع بعض إن شاء الله حول الأغنية العاطفية وتفاصيلها، ويعني حنمشي لحتات كثيرة جدا. لكن نبتدر هذه الأغنية الحلقة بأغنية عاطفية غنى لنا الفنان الجميل مهند عبد الغفار. تفضل يا مهند. Thank you.
شكرا للفنان الجميل مهند عبد الغفار. حقيقة يا اخواننا مهند ده ادى الاغنية دي بطريقة جميلة جدا يعني، فنحييه يعني تحية كبيرة. ويا دكتور انس، الاغنية العاطفية على غير من الاغنيات بتحتاج الى مطلوبات معينة في تقديري الخاص يعني. يعني انا بتصور ان الاغنية العاطفية عندها تفاصيل مهم جدا توفرها على غيرها من يعني بقية انواع الغناء. يعني مثلا بتلقى الفنانين، بتلقى فنان صوته جميل واداؤه عادي، او بتلقى فنان اداؤه جميل لكن صوته عادي، تلقى فنان صوته جميل في اصله ولكن اداؤه قد يكون يعني اقل. يعني هو عموما يعني هي مجموعه بتاعت درجات تشكل تكوين المغني تقريبا. لكن الاغنيه العاطفيه في تقديري انه حلاوه الصوت، في تقديري انا دي ده رايي الشخصي. طبعا هو في الغناء ككل يعني حلاوه الصوت مطلوبه في كل انواع الغناء، ولكن في الاغنيه العاطفيه بالتحديد على غير مثلا الاغنيه الوطنيه بتحتاج الى صوت قوي. فانت رايك شنو في الكلام ده والحقيقه؟ مطلوبات النجاح يعني. الحديث عن الغناء العاطفي طويل وكثير، لانه هو يعبر عن مشاعر الناس يعني، مشاعر الناس احساس. اذا طبعا كلمه غناء عاطفي دي مصطلح جديد يعني عرفناه مع بدايه القرن العشرين. لكن انا بفتكر انه هو ما يريد ان يغني يجب ان يكون عنده صوت كويس، يكون عنده لحد ما صوت كويس يعني. بيبقى بعد ده بالنسبة له هو ملكته في الأداء. أحيانا يكون اللحن جميل جدا جدا ومبني على مقامات كويسة أو سلم كويس وجمل موسيقية كويسة وكل شيء، لكن هو ما استطاع أنه يوصل العمق بتاع اللحن للجمهور. دي واحده من 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 الحاجات الموجوده الان في الساحه يعني. الواحد هو ما بيعرف ذاته بيقول في شنو مرات، عشان كده كيف هيقدر يعبر. الغنوه العاطفيه هي الاحساس الموجود داخل الانسان، وهي احاسيس كثيره جدا، الحب والغزل والموده والمحبة والصداقة والكراهية والطموح، كلها موجودة في الأغنية العاطفية. وكمان فيها المناحة وغيره من. فالأغنية العاطفية بتصل للناس سريع جدا جدا، لأن هي نتاجها نحن او تقصد المؤلفين والشعراء والملحنين والمؤدين، نحن حملت هذه المشاعر نفصح بها لهم، نقول لهم خلينا الحب هو كذا والحب كذا عشان ينطبق لهم يعني. هو كل ما اخذ له عكاز وما اخذ له شاكوش ويسمع الغنوه بتعبر عنه يعني. ف بتدي دفعه يعني. انا كل ما اسمع المصير بفتكر انه هذا لحن عبقري. نعم. القصيدة عبقرية شعرا، الأداء عبقري، نادر تلقاها في 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 في. لكن المطلوب طبعا الغناء العاطفي يعبر عن حياة الناس في كل مراحلها. وأفتكر إنه آن الأوان نحن نتناول الغناء العاطفي بشكل جديد. نحن استهلكنا الخماسية واستهلكنا حاجات كثيرة جدا وأصبحنا بنلف وندور فيها، فعشان كده لازم عواطفنا تتغيرت بالمناسبة يعني. نحن بنكون بنحب زمان في الستينات ما زي حسا يعني. الحياة ذاتها عشان كده الفن ذاته حيتغير ويعبر عن نفسه في بشكل جديد. نعم. هي دي النقطة يا دكتور أنس، أنا داير أنتقل بها منك لأستاذ زبير. وداير أقول له إنه متغيرات حصلت على المجتمع السوداني. طبعا الأغنية العاطفية هي ذاتها في صراحة هي في مأزق عندنا هنا في السودان، لأنها هي واقعة ما بين تفاصيل كثيرة جدا، خطوط حمراء كثيرة جدا وتفاصيل كثيرة. عندنا نحن يعني المجتمع السوداني محافظ جدا جدا، فيتعامل مع الحب بشكل مغلف يعني. أنا أفتكر أن الأغنية السودانية احترمت جدا هذه الخصال وهذه الطبائع الموجودة داخل المجتمع السوداني. في رأيك الأغنية العاطفية يا أستاذ زبير هل قدرت تعبر عن مشاعر الشعب السوداني التفاصيل اللي قلنا دي؟ والله يا اخي انا احتمال صراحه تزعل ناس شويه يعني، لكن لا تتكلم طوالي. انا افتكر انه الغنى العاطفي على المصداقيه العاليه اللي فيه
هو وثق للهزائم العاطفية اللي فينا أكثر ما إنه يعني احتفى بالإشراقات العاطفية اللي حصلت. لكأنما الشاعر السوداني اللي بيكتب شعر عاطفي ما مفروض يكتب شعر إلا إذا مثلا كان أمام تحدي أمام فشل قصة عاطفية. أنا أفتكر إنه الفشل في قصص الغرام الكثيرة أسهم إسهام كبير جدا في رفض الأغنية العاطفية في السودان. يعني غنانا ده غناء انكسارات عاطفية كبيرة جدا وهزائم عاطفية كبيرة جدا، عبرنا عنه تعبير فيه درجة عالية جدا من الصدق وفيه درجة عالية جدا من البكائيات وفيه درجة. أنا أفتكر إنه يعني زين إحنا عندنا قسم عظام كده بتاع غناء عاطفي، السير الكثير ده يعني يحصل فيه جبيرة ويحصل فيه جبس ويحصل فيه التفاصيل دي كلها موجودة يعني في وجعنا الموجود في غنائنا العاطفي. عشان كده نحن صادقين جدا، نحن أصلا بطبيعتنا بالمناسبة، وأنا ما أعرف المسألة دي يعني علماء بيفسروها لشنو، نحن البعد المناخي بتاعنا ده التداخل المناخي الحاصل لنا ده نفتكر إنه عنده تأثير على مزاجنا العاطفي، عنده تأثير. أنا على المستوى الشخصي يعني قاعد أحس في الشتاء يعني قاعد يحصل لي شجن عاطفي كده يعني هو بيحصل بيات شتوي، لأنه بيات شتوي ولأنه ذاته نحن الدفء ذاته اللي بنبحث عنه في الأغنية العاطفية صراحة يعني ما أقدر أقول شحيح، لكن يعني موجوعين نحن هنانا دوغنا وجع كبير وفيه تعبير عالي وفيه تعبير محترم وفيه قدرات أدائية عالية جدا إذا كان إبراهيم عوض أو غيره من الفنانين الكبار. كنا عندنا احترام كبير جدا للأغنية العاطفية، ما كنا عندنا استسهال للعاطفة، والحب ذاته ما كان بسعر التكلفة زي ما هو متاح الآن أو مطروح الآن. بالمناسبة في إشكالات زي دي يعني نظرية طبعا المفروض إحنا يعني أول حين نصدرها للملحنين عشان نشوف الموضوع ده في كثير. وبعدين المسألة دي أنا أفتكر إنه انعكست انعكاس كبير جدا على الكلام المطروح من الغناء. أنا قاعد أقول سلامة الوجدان السوداني ده في حاجتين، في غذائه في غنائه. يعني احنا لما كنا بناكل كويس، ما ناكل كويس دي معناها ناكل وجبات عالية يعني غنية ماليا، ناكل وجبات فيها ثقافة غذائية. لما كنا بنتغذى كويس ونسمع كويس وجداننا كان سليم، فدي إشكالية كبيرة جدا. لأنه هسه احنا لما نستدعي المصير ولما نجيب قدامه ده مصير حقيقي، يعني شوف المسمى بتاع الأغنية وشوف لما نختمها يقول لك ما تقول لي انتهينا، نحن يا دوب ابتدينا. شوف كمية الأمل وشوفوا كمية التفاؤل، رغم أنه ده خارج من هزيمة عاطفية لكن بيشحذ الأمل في الآخرين وينير لهم الطريق ليمضوا إلى الأمام. والله ده كلام أول حاجة يعني أعلف تقليل قول طوالي الأستاذ الزبير يعني داني شحنة كده بكلامه عن نحن أمة غنائية بيحب الغناء، هو شايفين ده طبعا كان هابط ولا كان صاعد، البلد كلها بيحب الغناء يعني في رمضان غنى، في العيد غنى، في العيد بعدي يعيدوه، بعدين العيد الثاني وهكذا. يعني التاريخ الناس اكتشفوا انه السودان ده هو مولد الحضارة الإنسانية قبل 200,000 سنة، وهو مهد الحضارات. عشان كده ما في حضارة تجي تقول والله نحن كان 7,000 نحن 30,000-40,000-50,000 وكده. نحن الأمة الوحيدة اللي اكتشفت الموسيقى واللي صنعت الآلات الموسيقية، وموجود حسب في متحف برلين عمره 10,000 سنة. عشان كده الغنى بتاعنا ظل، نحن شعب بنحب الغنى البسيط العميق الخماسي، بنتأثر شديد جدا جدا بالغنى زي ما قال الأستاذ. عشان كده أي سوداني لازم يكون بيغني، وإذا ما بيغني بيسمع وبيطرب. فدي الغنائية اللي عندنا دي ما عند أمم تانية، ما عند أمم تانية. أنا سمعت واحد سمع في حفل كده في أوروبا، سمع شرحبيل أحمد وسمع الناس اللي كانوا معاه وكانوا فنانين تاني سودانيين عاملين لهم حفلة، قال دي موسيقى جديدة، ده غنى جديد، ما يعني لا هندي لا صيني لا أمريكي لا أي حاجة، ده غنى جديد يعني غنى عنده شخصية براوي يعني. فده السبب اللي بخلي الغنائية عندنا هي مسيطرة علينا يعني. وزي ما قلت يا دكتور أنس قبل شوية إنه الناس بتحب الغنى، فعلا السودانيين بيحبوا الغنى. عشان كده حنستمع
فنان جميل جدا جدا. نقدم الفنان الجميل عبد الحليم آدم. تفضل عبد الحليم. مين فكرك يا حبيبي
شكرا جزيلا للفنان الجميل عبد الحليم آدم. ونواصل. عندي افتراضية كده يا دكتور أنس، عايزك ترشدني إذا كنت أنا مخطئ يعني، وده تقديري الخاص يعني أو رأيي الشخصي، إنه اعتمادنا على قوة الكلمات بالأخص في الأغنية العاطفية كانت على حساب التوزيع الموسيقي، باعتبار إنه نحن بنعتمد في الغناء بشكل عام بالأخص الأغنية العاطفية على قوة الكلمات وقوة الألحان، ولا بد من تحية من هنا للشعراء. في تقديري الخاص أن الشعراء هم اللي أسهموا في تطور عملية اللحنية، لأنه لما يعني أوجدوا نصوص يعني قوية خلت الملحنين لابد أنه ينتجوا ألحان برضو موازية للنص الشعري بنفس قوة الأشعار. فهو أنا بفترض إن عدم أو غياب، يخلينا أقول غياب الهارمونية بشكل عام في الشارع السوداني، يعني خليك من العلمية المقصودة. يعني مثلا الليلة احنا عادي جدا ممكن أنا أقصد أوزع أغنية أجيبها وأعمل لها يعني إعادة إنتاج بشكل فني، لكن في وجدان العام بتاع الشارع يعني السوداني بتلقى غياب العلمية في السمع عندنا، وده يمكن لأنه قوة الكلمات. ماذا تقول في هذا الكلام؟ هو طبعا الإبداع ده يا لؤي حديقة، وحديقة متلونة يعني من أزهار من فواكه من أشياء كده، فأنت ما بتقدر تقول والله يعني عشان تنتج الحديقة تنتج كلها تفاح لازم نعمل لها كده، ما هي لازم يكون في لهلوب وفي نبق وفي تفاح وفي كده وبتاع. عشان كده بتلاحظ إنه الكلمات اللي احنا قاعد نسميها هابطة قاعد تنتشر. نعم. والناس سألنا ليه؟ هو واحد بيسمع بيسمع بيسمع. انا مره شفت واحد في عربيه كار يعني رابط الريكوردر الكلام ده بدري وبيسمع في الحزن القديم. عشان كده كان الواحد بيعرف انه احسن غنى يتغنى في السودان هو الخمسينات والستينات ولو حد ما كان اول السبعينات، لانه كان مضبوط الاعلام، كان مضبوط الناس القادة الاعلام كانوا عارفين اهميه الغناء اهميه الشعر. يقول يعني لما تشوف مبارك عبد الوهاب يقول حياتي حياتي، فانت ما تقدر تتحكم تقول والله الشعر ده اذا بقى كويس الغنى بقى كويس. ده كلام سليم، كلام ما سليم. في غنى في شعر كويس الفنانين كسروه. نعم. كسروه يعني في الـ في الـ في, الـ في النحو والبتاع خربوه كله. هو ذاته يا دكتور انس ما عنده الحنوه يعني. هو الحقيقه المعايير ذاته في معايير ضبط جوده الاغنيه، يعني مثلا الليله ما في يعني في الحياه الثانيه كلها في معايير لضبط الجوده. لكن في الغنى لانه زي ما قلت هو يعتمد على الاذواق والحديقه المفهوم بتاع الحديقه. نعم. بيبقى معايير ضبط الجودة بتعطوني حاجة صعبة شوية محتاجة لإعادة تعريفات. لكن خلينا نمشي لأستاذ زبير وأقول لك يا أستاذ زبير، في وسط أوساط أنا بسميها الأوساط المظلمة. هذه الأوساط إن إحنا ما بنعرف عنها شيء، ونظرية حارس البوابة بقت ما في لها طريقة، لأنه أصبحت الأسافير مفتوحة وأي زول داير يعمل أي أغنية بكل سهولة بيعمله عنده استوديو هون في البيت، والسوشيال ميديا مفتوحة ما شاء الله، فعندهم شعراء وملحنين وفنانين ومغنيين وجمهور. نحن ما شاركنا في أي جزء في هذه العملية. فبناء على هذا الكلام، هل تبدلت يعني هو تبدل تعريف الأغنية العاطفية عندنا في السودان؟ هل أصبحت أغنية حتى دي حقيقة نحن أنا يعني مبسوط جدا من جرأتك في يعني التناول للموضوع، وبرضه ممكن ندي أنس في الحتة دي. في منتوج جديد ما بيشبه الشعر السوداني على الاطلاق، وانا في رايي انه تبدلت وصف يعني هذه الاغنيات. ماذا تقول يا استاذ زبير؟ التغير اللي حصل في على الحياه وفي مفهوم الحياه نفسه وفي النظره للحياه والبعد الاقتصادي للحياه، يعني دي اثرت تاثير كبير جدا يعني. بعدين عمليه البيع بين قوسين في الحب قد برضو فيها اشكالات كبيره جدا يعني. يا سلام. فالمسائل لعدم الالتزام الاخلاقي تجاه العاطفه. نعم. اصبح عنده تاثير مباشر على شكل الانتاج في الغناء العاطفي. نعم. لذلك المنتج من 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 الغناء العاطفي، وكل غنى قالوا بيشبه زمنه. نعم. كل غنى بيشبه زمنه، يعني
نحن ما عايزين نقول انه يعني ما عايزين نهاجم جيل او ننحاز لجيل، لكن كل ما كانت الحياه في بعدها الاقتصادي مستقره، وكل ما كانت الحياه في بعدها السياسي الرؤيه فيها واضحه، كل ما انعكس ذلك على حياه الناس وعلى استقرارهم وعلى قدرتهم. ويا اخي ذات الحب في زمن الملاحقات الحاصله دي والضيق الحاصل، بعدين برضه في زمن بتاع عسف حاصل وصعب وغمع ومصادره وحريات المساله دي بالمناسبه الحريه، في حريه عاطفيه، الناس لسه بتتكلم عن حريه التعبير، حيث ان كلام كبار كده بيقولوا السياسيين والمثقفين، لكن في حريه بتاعت عاطفه. انا بفتكر انه اعظم حريه بتاعت التعبير هي حريه العاطفه، حريه التعبير عن العاطفه نفسها يبقى في 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 في, في اشكالات العاطفيه الحاصله دي، ورطات يصفوا ورطات عاطفيه كثير، هي الحب ذاته اصبح ورطاسي. هو طبعا يا في الحاصل حسيده يعني انت سكتنا لحته قويه جدا ومهمه. نعم. جدا. نعم. احنا نسمع اغنيه ونيجي راجعين نواصل فيها، لانه حقيقه هي يا ريت تشبه الحاصل ده الاغنيه اي او تمرقنا من الحاصل. حبيبي جنني من شموس جنني ممتاز. ليه يعني جاي مع كلامك ده 100%. ممتاز ممتاز. بريء
جنني حبيبي جنني وغير حالي حيار فكري وده الشغل بالي. شكرا جزيلا للفنان الرائع جدا شموس على هذا الأداء الجميل. وخلونا بالله نسترسل في الحتة اللي كنا واقفين فيها اللي هي هذا المنتوج الجديد والغريب على التكوين بتاع السمع بتاع الإنسان السوداني، وهذه الأغنيات اللي أصبحت تعيش يعني في الأسافير وتلقاها حيما في الموبايلات وتلقاها موجودة في أي مكان. يعني يعني في تقديري أغنية العاطفية كانت يعني هي يعني سودفت تم استهداف الأغنية العاطفية كمدخل للأفكار غريبة جدا. خلونا نتكلم بصراحة وبعفوية وبشفافية جدا يعني في الموضوع ده، هل تتحمل الأغنية الآن عبء يعني تكريس هذه المفاهيم السالبة في المجتمع، القيم الغريبة التفاصيل الغريبة جدا عن المجتمع السوداني، حتى الألفاظ أصبحت عندنا مشكلة كبيرة جدا ولا بد أن نتعامل معها بكل جدية وبحزم يعني، وأصبح يعني السكات عن ما يحدث الآن من هذه الأعمال بيبقى ما منطقي يعني. فنحن يعني مفروض يحصل حاجة على مستوى سواء كان على مستوى الاتحادات الرسمية أو الأجهزة الرسمية المعنية بهذا الأمر، ولكن في أصبحت نظرية المسؤولية الاجتماعية إنه المجتمع هو الذي يحارب، أصبح يعني خط الدفاع الأخير عندنا المتلقي السوداني، وافتكر إنه هو يعني حريص ويعني المتلقي السوداني عظيم جدا جدا في تلقيه للأشياء. ماذا تقول يا دكتور أنس؟ نحن نشوف الأسباب يعني، تفضل الأستاذ الزبير قال يعني يعني في أنه الوضع الاجتماعي والسياسي والتقلبات الحاصلة في البلد والسوشيال ميديا والعالم كله بيشكي من حاجة يتكسر تسمع الحقوق، يعني حسي ما في اسمع حقوق يعني أغنيتك تلقاها مثلا اليابان مثلا ما في بعد زمان مثلا محاصرة يعني بالقوانين. الشيء الثاني الغنى الممنوع هو اللي انتشر، ما زمان زمان كانت الإذاعة والتلفزيون اللي عنده راديو بيستمع، نحن زمان لما كنا صغار ما في ثلاثة رواديو بس في كسلة، يعني كنا نجري نسمع في القهاوي بتاعت اليابانية أو جيراننا وكذا بتاع، عشان كده كان الغناء عنده قيمة، الليلة عثمان صفا حيغني، عثمان حسين حيغني ونحفظ، وتربينا على لغة كمان لغة يعني نابك إيه في هواء، أنا صغير نابك إيه في هواء، شنو يعني نابك إيه في هواء؟ ما أعرف نابك إيه في هواء. يعني شوف ده في 54 قلنا زي ده كان كده بيتغنى في سكون الليل جعلنا نشتري الصبت الرهيب، كان كده يعني الـ حتى الغنى الخفيف ها كان عنده قيمه يعني يعني قربه يحنن بعده يجنن الحي لين وديع حنين شغل بالي ما يعني ونرقص على الرمبه دي والكذا. لكن المجتمع تطور، نحن مشكلتنا بصراحه كده في السودان مشتركة اثنين، سياسية وثقافية. السوشيال ميديا اللي هي ما فيها اليوتيوب والصفحات الخاصة والانفتاح على الزخم الملايين، يا أخي في برنامج في 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 تلقى في اليوتيوب يقول لك ادفع 10 دولارات نديك 1000 أغنية، يعني واحد من اسباب الانحطاط والهبوط ده انه بيطلبوه البنات في العرس تطلبوا العروسه هي ده ده ده, ده, ده واحد من الاشياء يعني يكسروا لك يكسروا لك والبيت فيه بروفيسور وفيه عالم وفيه بتاع برضه بيجيبوا فلانه وجونه وما وبتاع حركات. فان احنا قاعد نكسر المساله دي عشان كنت نتكلم بصراحه. الشيء الثاني الشيء الثاني الماس ميديا بتاعتنا الان كلها غنى، نعم صحيح كلها غنى وتكرار وما في تجديد وما في مسابقات وما في اصوات جديده ولا حاجه، عشان كده اي زول داري يغني شوف له ثلاثه اربع حقيبه يشوف له واحده بيجاي واحده بيجاي كده ويخش على الناس دي. نحن في النهايه زي ما قال
هذا الوجدان الإنساني العميق العمر 65 ألف سنة بدأ يتكسر، بدأت القيم عنده تتكسر، يعني بدأت حاجات تظهر في المجتمع السوداني مش في السماء، يعني في غنى بيدعو للرزيلة. نعم يعني بعدل كده، يعني رجل المرء حلو حلا، يعني حكايات كده، حكايات كده الواحد ما يصدقها، لكن ما في رغابة، ما في نقاد، ما في الشباب ذاتهم ما دافعوا عن نفسهم، ما بيقولوا ده ما صح، ده ما صح. أنا بتخيل الآن وش المسألة دي، شباب الجامعات من أكثر الشباب اللي بيسمعوا للغنى الهابط. نعم صحيح، قلتوا أنتم مجتهدين، فكيف مجتهدين حتى هم حسب في مجتمعنا ده جبنا غنى قديم، لكن أنا أتخيل المسألة اللي قدام، نحاول نسترضي المستمع ده ونحترمه، نقول له يا أخي معليش يا أخي تعال اسمع غنى جديد. مشكلة إزاء كبيرة، نحن حنرجع لأستاذ زبير لكن نسمع أغنية ونرجع لك يا أستاذ زبير. نحن معوض كسلة. Thank you.
حنانك يا معذبنا لا 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 We'll be right back.